اهلا بتلفزيون سرايا تي في، اهلا بالسويد، تحية لأهل السويد سرايا تي في. شلومو مشاهدي الفضائية السوريانية سرويو تي في، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا من لبنان. من لبنان اليوم رح نتعرف على قصة حلم الطفولة يلي تحقق حتى الشيب مع موسى عبد الكريم المعماري. موسى يلي ولد سنة 1930 وغادر هالأرض سنة 2018، فعلى رأس تلة بين كتفي دير القمر وبيت الدين بنى موسى قلعة حلمه بمساحة 3600 متر مربع تقريبا من أحجار نحتها بإيديه كلوحات فنية تروي كل حجرة منها قصة من قصص التاريخ، وبداخلها حوالي 30 قاعة وغرفة تتضمن أكثر من 160 تمثال متحرك صنعها الفنان المبدع موسى المعماري اللي بتجسد التراث اللبناني عبر التاريخ، إضافة إلى متحف الأسلحة الفريد من نوعه بالعالم واللي بيتضمن آلاف وآلاف القطع الأثرية واللي قدر موسى بقدرته يجمعها على مر الزمن. خلونا نبدأ جولتنا ونتعرف مع السيدة ماري المعماري وهي شريكة حياته يلي بتستقبلنا لوحة حجرية جسدها الفنان موسى لإله ولا شريكة عمره، هيك بيقول إنه دايما وراء كل رجل عظيم امرأة، هيك قدر تعب زوجته وشريكة عمره، ونحن رح نسمع منها قصة هالحلم يلي تحققت بتعبها وبتعب موسى. ماري زوجة موسى المعماري هالفنان العبقري يلي بشوف حالي فيه، تعرفت علي وعرفته أنا إنه كان إنسان خلاق، إنسان قدامه مستقبل كبير، وهيدا يلي حببني فيه إنه عنده مستقبل لقدام كثير كبير. كنت حسه هيك لمن تجوزنا خبرني عن قصته وقال لي إنه أنا في قصة بحياتي بنت، وهالبنت هيدي حبيت احكي معها، ما حاولت تحكي معي لانه قالت لي انت فقير وانا بي عنده قصر. قال لا انا بكره ببني لك قصرين بدل القصر. قلت له لا لا ما تحاول تحكي معي، لا لا توقف بجنبي ولا تحكيني ولا شيء ابدا. هلا هو هيدي دارت القصه براسه، صار يفكر على طول انه كيف قلت له انه هي انه هو فقير وهي غنيه وهيك. بيقوم هونيك ليلة بيحلم بنومه إنه قاعد بقلعة، بيروح على المدرسة بيجي الأستاذ بيعطيهم عصفور على غصن ساذجة يرسمه، بيقوم هو بيرسم هالقلعة يلي شافها بحلمه. بيجي الأستاذ بيقول له شو عم ترسم؟ أنا عطيتك عصفور على غصن ساذجة ترسم، بقى أنت شو عم ترسم؟ ها شو قلعة بيك؟ شو كذا؟ قال له ليش عم تستحقرني؟ أنا عندي حلم وهالحلم بدي حققه، وهالقلعة انت عم تشوفها على الورقة بس هذه بدها تصير حقيقة. بيقوم هو قال شو عم تحكي شو عم تقول؟ بيقوم بخزق له اياها وبكب له اياها بالارض. بيقوم موسى بيحملها وبيقول له لك انا على المدرسة مش راجع ويوما ما بدي اعزمك عليا، بدي ابنيها هيدي وبدي اعزمك عليا. صار يضحك عليه وظهر هو بوقتها من المدرسة وراح صار يشتغل هون وهون وهون. بلا طول سيرة يعني عمل شوية مصاري، جمع له شوية شي 15 سنة بقي يشتغل تجمع شوية فلوس. هالفلوس هودي بيقوم بيجي لازم يتجوز، يعني تقول له أمه يا ابني لازم تتجوز لازم كذا لازم هيك. بيقوم هو هلا اتنين بيجي وبيشتري هالأرض هيدي، ليه؟ لأنه بده يعمر هالقلعة يلي حلمها بنومه. اشترى الأرض وخبرني بهديك الوقت إنه هيدي الأرض اشتريتها
وعندي حلم بدي حققه. قلت له أنا شو هو الحلم هيدا؟ قال لي في بنت بحياتي كانت واستحقرتني، وقلت لها، قلت لي أنا بي لك عنده قصر، أنت ما عندك شيء، أنت فقير، أنت كذا. قلت له إيه أنا بساعدك، أنا بشتغل معك، أنا إيدي إيدك. أنا حبيته كثير لموسى المعماري، وحبيت أفكاره، حسيته إنسان خلاق، إنسان مبدع، إنسان بيوصال، وحطيت كل ثقتي فيه. وهو كان عنده ثقة بنفسه كتير كبيرة، وكان عنده صلابة بالحياة، يعني شغلة بده يعملها لازم يعملها، لو بده يضل 24 بده يضل يشتغل وبده يحقق. رهنا الأرض وابتدأنا بالشغل، أخذنا مصاري من البنك وابتدأنا، وبلشت بأول حجر أنا وياه. اشتغلنا، عملنا غرفتين لنسكن فيهم. هالغرفتين هاودي رجعنا صرنا شو؟ بعد معنا شوية مصاري بلشنا بالمغارة وبالعشا السري كرمال لحتى نعملهم لنبلش ننتش نتفي نتفي. عملنا الغرفتين، صرت أنا أظهر أعزم الناس، كان في سياحة كتير قوية بلبنان. قل لهم أنا تفضلوا عم تصوروا برا الحجر حلو كتير، لكن في عنا شي حلو كتير جوا كمان. صرت أعزم الناس أول شي هيك، يصيروا الناس يجوا يتفرجوا ويصوروا كذا وهيك. بعدين عملنا كارت بوستال لحتى نبلش ناخذ مصاري، يعني كارت بوستال بربع ليره. هالربع ليره صرنا نعطي الكارت بوستال ناخذ الربع، صار يجي عالم وعالم وهيك. بعدين صرنا زدنا الدخوليه، صرنا ناخذ نص ليره، بعدين ليره، بعدين هي لنكمل. وهيدي صارت قصتنا، وبلشنا نكفي والله ساعدنا. هيدي الغرفة هيدي هون، هيدي كتير بتعني لي، لأنه أول ما عملنا هالغرفتين سكننا فيهم نحنا. هاودي كانوا الغرفتين هن البركة. الأرض ما كان في لا بلاط ولا شيء، كانت الأرض تراب، قعدنا على التراب، ما في عنا كهرباء، ما في عنا مي. عقنديل الكاسر أنا وياه لموسى. وكيف يعني؟ يعني شو بدي أقول لك؟ الله صار يساعدنا وصار يعطينا القوة ويعطينا النشاط ويعطينا الثقة. أنا عندي ثقة كتير فيه، هو عنده ثقة كتير فيي كان بهالشي. وهيدي هوني عملناهن لها، وقلت لك عملنا هونيك، عملنا الغرفة المغارة وغرفة العشا السري، وبلشنا نتفي 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 يكبر هالمشروع. وبعدين عملنا طابق الفوقاني، بعدين اجونا الأولاد. أيام عشا ما نتعشى أنا وياه، يعني كنا ما معنا مصاري، المصاري نتفي نتفي نجيب فيهم الخبزات، يزرع هو هون مثلا، يزرع خضرة، سلق، هندبة، كذا، أعمل منهم أنا. هيك كنا نعيش أول شيء. صرنا نعمل هالشيء هيدا بالأول، ابتدأنا يعني هيدا بالعذاب وبالفقر وكل الناس تعرف يعني، إنه كانت تشوفنا العالم إنه كيف كنا عايشين يعني. لايكي هلا نحن لما كنا عاملين عملنا هالمشروع، صرنا نحن نستقبل العالم. يجي مين ما اجى، لو اجى رحلات، لو اجى عالم، دائما هو يظهر يحكي مع الناس ويستقبل، وكان دائما متواضع مع كل العالم، كل العالم تحبه. وانا وياه دائما ايدي ايده جنبي بجنبه، نضل على طول مع بعضنا. دائما يقول وراء كل رجل عظيم امراه، يخبر الناس يقول لهم أنا لو ما مرتي ساعدتني، ولو ما مرتي وقفت معي بالصعوبة بالتراب بالحجار، لا كهرباء لا مي لا شيء، وكانت مسرورة ومبسوطة معي، ولا مرة زعلتني. دايما كانت تحب إنه شو اللي بيبسطني تعمل لي إياه، دايما كانت مريحتني بكل شيء. وهذا الشيء يلي نجحنا. قلت له يا موسى أنت لازم تعمل تمثال لوحدك. قال لي لا بدي أعمل لوحدي، ما أنت أساس، أنت الأساس، بدي أعمل تمثال إلي وياكي، بدنا نمشي. أنا بدي أعمل لوحة أنا وياكي، الناس كلها بتعمل تمثال لوحده، لكن أنت لا، أنت شاركتيني بكل شيء. ومثل ما أنا دخلت التاريخ، اثنيننا دخلنا بالتاريخ. وعمل وقتها اللوحة، ومن ما شافها يقولوا يي لك. وكتب عليها الفنان موسى المعماري المبدع مع شريكة حياته ماري. دايما يقول لي أنت شريكة الحياة، أنت شريكة كل شيء.
قال له انا كتر خير الله يا موسى يلي الله هيك بعتنا لبعضنا وحققنا هالمشروع وحققنا الحلم، لكن نحن هلا في دور الاستاذ اللي من خلصنا القلعه راح بده يجيب الاستاذ لحتى لي فوته ويدخله على القلعه، لان هو وعده قال له انا بكره بدي اعمل قلعه وبدي اعزمك عليها. بقى راح ليجيب الاستاذ، الاستاذ توفى كان بوقته ما شاف الاستاذ. بعدها من بعد كام سنه عزمنا البنت، هالبنت هيدي هو عمل باب ثلاثة واحد اثنين ثلاثة، يعني ثلاثة بواب فوق بعضهم، وعمل باب الصغير هيدا عمله للأستاذ منشان شو؟ منشان يذله، لأنه ذله وقت كان طفل قال له أنت فقير وأنت كذا. بقى هيدي عملت كتير براسه موسى هالقصة. ايه راح ليجيب الأستاذ، الأستاذ توفى، عزمنا البنت، اجت البنت لهون استقبلتها أنا وياه فوق على المدخل وقال لها أنا بعرفك على زوجتي ماري، بس إذا بقول لي كانت ساعة كتير مؤثرة، يعني أنا طلعت فيه دمع موسى حتى أنا بكيت، يعني تأثرت إنه شو هالدنيا شو هالحياة، إنه لايكي قد ايش استسخرت فيه لموسى، ولايكي موسى قد ايش هو إنسان يعني عبقري فنان حقق حلمه. أنا وياه ما اعتزنا حدا ولا شيء، كله بتعبنا بعرق جبيننا عملنا هالشيء. وهيك صارت فاتت تفرجت وظهرت، هيدا كان حلمنا وكان حققنا هالحلم لحتى لأنه كسرنا لراسة إلهية. زلت وزليناها، ما حكيناها شيء بس أنا تأثرت يعني فيها القصة. هو حبها لكن هي شافت حالها إنه هي بنت غنية وبيا غني وانه هو مين هالانسان الفقير هي، عرفت شو؟ استسخرت فيه يعني. نحن وقت اللي كانوا يجوا لعنا الشخصيات نحن يكبر قلبنا، نمشي معهم نحكي معهم نخبرهم، يقعد موسى يخبرهم، انزل انا لهون كفيلهم شو عاملين شو كذا، الشرح كله نقعد نشرح لهم نخبرهم، نرجع في عاملين دفتر تشريفات، كل ما اجى رئيس جمهوريه او شخصيه كبيره يوقع على هالكتاب هذا، بقول انه موسى موجود معنا موجود مع العائله. وانا كل يوم الصبح حاطط له صوره فوق على المدخل، من وقت ما موسى توفى كل يوم الصبح بحمل مسبحتي وبطلع لفوق لعند موسى وبقول له يا موسى انت بدك تضل جنبنا، انت بدك تضل حيطنا، انت بدك تضل حايط العائله وهالعائله بدها تضل متماسكه، وبقدره الله كتر خير الله متماسكه هالعائله كلنا سوا ايد وحده ماشيين بتقوى الله، ما في شيء ما في شيء بيفرقنا عن بعضنا، وانا يعني ما في شيء بيفرقني عن هالمشروع يلي انا تعبت فيه انا وجوزي الا الموت، يعني لو شو ما صار ما بترك هالمشروع انا هون ابدا، انا واولادي بضل انا وياهم ايد وحده اتفاق متفقين متضامنين، وكتر خير الله اولادي طلعوا اوادم وعرفوا قيمه بيهم، وهلا هن يعني ممارسين هالشيء وبدهم يكفوا على كل الحياه، يعني بدهم يضلوا متابعين هالمشروع ويضلوا محافظين عليه. انا وصيتي لموسى بقول له يا موسى انه انت بعدك موجود معنا، ونحن اللي كنت انت تنصحنا فيه نصايحك موجوده وبتضل براسي، وكل شيء انت كنت تحبه نحن منحبه، وكل شيء انت كنت مفكر فيه انك تكفي هالمشروع الاولاد رح يكملوا كمان كيف انت، هن بدهم يكملوا هالمسيره هيدي يلي انت مشيت فيها، الاولاد ماشيين فيها ماشيين فيها مثل ما انا مشيت مع جوزي وكنت انا وياه ايد وحده وعملنا هالمشروع، وعلى الحلوة وعلى المرة كنت أنا وياه، وبتمنى كل مرة تمشي مع جوزها وتساعده وترافقه وتعمل وتبني عائلة مثل ما أنا بنيت هالعائلة أنا وياه، ونجحنا بهالعائلة ونجحنا بهالمشروع ودخلنا التاريخ وصار هيدا المشروع من أهم مشاريع السياحية بلبنان. نحنا انحرمنا من كل ملذات الحياة، كل ملذات الحياة بشبابنا نحنا، بس ملذات حياتنا كانت هون بهالمشروع، وهلأ حياتنا نحنا
بتضل بهالمشروع. يعني كل ما أنا طيبة هالمشروع هيدا بدو يضل أنا وولادي مثل ما قلت قبل، إنه بدو يضل ماشي وبدو يضل مستمر وبدو يضل ناجح وعلى أكتر وأكتر وأكتر ينجح. قلعت موسى هالحلم الشخصي أصبح أيضاً نموذج بجسد الحياة بلبنان بين القرنين 19 و20، عبر 30 غرفة هالتماثيل المتحركة يلي بتكون فعلاً مكون فريد من نوعه، لسيما قطع الأسلحة الفريدة والتاريخية. انتماء موسى لأسرة فقيرة الحال جعله منحاز بتجسيد الحياة الاجتماعية للبنان إلى المهن البسيطة والأسرة متوسطة الحال. ضم المدخل متحف أيضاً للحرف اليدوية بيشمل الحداد والنجار والمزارع والصياد أثناء ممارستهم المهن، ومظاهر للحياة اليومية لمختلف المناطق اللبنانية مثل السيدات يلي كانوا يشتغلوا بالأعمال المنزلية والمرأة الريفية. جسد موسى بطبيعة حياتها اليومية إضافة إلى راعي الأغنام وعازفي لآلات موسيقية، وأيضاً مجسمات للمحاكمات ورجال الدين اللبنانيين. وبآخر ممرات القلعة وضع موسى قطع من المعادن والأحجار الثمينة وأسلحة من الاحتلال الفرنسي للبنان، وكتب عبارة: علمتني الحياة أنه العالم ما رح يتوقف عن الاستمرار بعد موتي، والأرض لن تحجم عن دورانا، والشمس لن تكف عن شروقة وغروبة. كل ممر وكل زاوية بتطبع وبتترك أثر ما بينتسى لموسى المعماري. نحن عشنا مع الوالد، رفقناه بكل هالمراحل الصعبة اللي مرق فيها بكل مسيرته، وتعلمنا كتير اشياء منه. تعلمنا كل الاشياء اللي بتوصلك للنجاح، حيا الله واحد بتوصله للنجاح، يلي هي يعني الإرادة. بده يكون عندك إرادة كتير قوية، بده يكون يعني ثبات بالعمل، بده يكون يعني لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. يعني ما فينا نأجل عملنا يلي ما نعمله اليوم لبكره، لانه بتصير تتراكم الاعمال وبعدش فينا، يعني بتصير كثير علينا. تعلمنا انه ما في شيء مستحيل ابدا، يعني حيالله انسان بيفكر يعمل حيالله شيء بالحياه، بيحلم باي حلم في يعني حققه بيتحقق معه، مثل ما صار مع الوالد هالحلم اللي راوده من هو صغير، واللي صمم انه بده يحقق حلمه. التحدي اللي فيه كان ولك ونو. نحن بقلب هالقلعه الحلم، يعني هالقلعه اللي كانت حلم واصبحت حقيقه. حجر كل ايام حياته قضاها يشتغل يعني بهالحجار اللي شفناها، اللي بنشوفها من برا حجار القلعه، ويلي هي كمان صمم انه يعملها. كل حجر نقش شكل، كل حجر بخبر حكايه وقصه، وهالرسمات الموجوده على الحجار اذا بنيجي نطلع فيها يلي هي يعني بترمز ل الطبيعة، كل شيء بالطبيعة. يعني هيدا حبه، قديش كان بفرجينا قديش كان معلق بهالأرض. فموسى المعماري شخص ما بيموت، شخص موجود بعمله، موجود فينا أكيد. يعني نحن هو كان يعني من نحن وصغار كان هو حريص على شغلة، إنه يخلينا حده بكل عمل، بكل شغلة عم بيعملها يجيبنا يحطنا حده ليفرجينا كيفية عمل الشيء، ليه؟ لنقدر نكفي من بعده. يعني
لنعمل لنكفي لنزيد لنعمل صيانة لنقدر نتابع من بعده. والحمد لله نحن متابعين، يعني بيقولوا اللي خلف ما مات موسى المعماري موجود. منحس بالعالم اللي عم تجي لهون قديش مقدرة هالشي، يعني بيتقدر موسى المعماري كل يوم من كل شخص عم بفوت عليك موسى، يعني عم بيتكرم بيكون. ليه؟ لأنه منشوف هال يعني قديش بيكونوا متخدين، قديش بيكونوا مسحورين بهالعمل هيدا، متفاجئين إنه معقول هالشي هيدا نعمل إيد واحدة عملته، شخص واحد قام بهالعمل هيدا. كل شخصيات العالم مرقت على عيد موسى، يعني من رؤساء لا وزراء لا شخصيات لا ملوك لا، يعني كتير مرقوا وشافوا وتفرجوا على القلعة هيدي، وفي صور رح نشوفها كمان موجودة بالأرشيف عنا كمان رح تشوفوها. نحن مكفيين المشوار، ونحن بالنتيجة يعني أولاد موسى المعماري ما منستسلم، صلبين، ويعني بكل الظروف اللي عم تمرق نحن مكفيين، عنا إيمان كبير وأملنا كمان أكبر. اللي كان مستحيل جعلوا إزميل موسى واقع ملموس، هالواقع يلي بيأكد لنا من خلاله أنه بس بالعزم والإيمان والإرادة الصلبة والعمل الدؤوب منقدر نحقق كل أحلامنا. وهيك بعدها لليوم عائلة موسى عم تكمل يلي بنيه، وهو اللي ندر حياته لإتمام هالمعلم التاريخي والثقافي والسياحي ليوصل للعالمية. هالقلعة يلي بتشبه قصور الأمراء اللي اشتهر فيها لبنان منذ القدم، عشق موسى فن المعمار والهندسة بالسنوات الأولى من حياته، وزاد تعلقه بهالفن بعد ما سخرت منه إحدى زميلاته بالمدرسة، وبوقتها كان عمره ما بيتجاوز الـ 14 سنة. ومن هون بديت الحكاية، حكاية الصمود. فمن طرطوس السورية حيث كانت مدرسته انتقل موسى إلى مدينة صيدا جنوب لبنان للعيش مع عمه عيسى المعماري سنة 1945، من دون ما تعرف عائلته وأهله قرار تركه للدراسة. وكانت قلعة صيدا البحرية هي بداية طريق موسى بالمعمار لحتى يساعد عمه بترميم القلعة. وبالعام 1949 حصل موسى على خبرة كبيرة بترميم المناطق الأثرية، لحتى كلفوا بوقت الأمير موريس شهاب المسؤول عن ترميم المناطق الأثرية بمهمة ترميم قصر بيت الدين وقصر أمير جبل لبنان والمتحف الوطني، وعين مسؤول عن الاكتشافات في بلدية بيروت. من هون بدأت ترتسم ملامح الحياة بجمعه لأموال وصلت تقريباً ل 15,000 ليرة أنذاك لبنانية ب 18 سنة، وقدر موسى يشتري قطعة هالأرض ويتذكر عبارة والدته الداعمة لإله دايماً: يا رب اجعل التراب بين إيدين ابني موسى يقلب لذهب. هيدي الغرفة هلأ الموجودين فيها، هيدي كانت الانطلاقة له. عم نحكي من قلب القلعة، يعني أول شيء عمل هالغرفة. هالغرفة يلي يعني منشوفها مغارة بيت لحم وحياة الضيعة كلها عملها لحتى يقدر يضل مكفي. يعني وقت عمل هيدي الغرفة عمل رسم دخول إلى القلعة. هي عم تحكي بالسبعين، بالألف وتسعمية وسبعين، تسعة وستين سبعين كان في موجودة هاي الغرفة، ومن هون انطلق
من هون انطلق. يعني اذا منشوف يعني شوي 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 يفكر بشغلة انسان خلاق ما بتعرف شو يعني شو يعني ينام بالليل يلي هني يعني كان يشتغل 18 ساعة 18 ساعة عمل تخيلي لا كلل ولا ملل وهذا اللي عودنا عليه نحن يعني ونحن مكفيين فيها بنفس الطريقة وفي شغلة بدي أقولها موسى المعماري يعني قد ما نوصفه وقد ما نحكي عنه وقد ما نخبر عنه ما في شيء بخبر عنه مزبوط إلا عمله يعني منشوف العمل هيدا اللي بخبرنا عن تفاصيل فكره وحياته وشخصيته هلأ عند الدخول وقت فتنا منشوف جوا عمل حياة جدودنا وصمم انه يعمل حياة جدودنا لانه هيدي الحياة يلي هو يعني عايشها هيدي هاي البيئة اللي كان عايش فيها وهيدي الحياة البسيطة يلي حب هو يجسدها للضل ذكرى للأجيال للأجيال والأجيال يعني الأجيال كلها اللي عم تجي كلها ذكرى لهم ليضلوا يشوفوا تاريخ جدودهم كيف كان فخلد وثبت تاريخ الأجداد وتراث لبنان بهالقلعة هيدي فهو هي مثل ما قلنا هيدي كانت البداية بلش من هون وبلش يوسع لو وصل يعني عمل بمساحة اشتغل بمساحة 3600 متر مربع بقلب القلعة تبي يعني هالعمل كله القلعة يعني هالمتحف هالمتاحف هلأ موجودة على 3600 متر مربع مثل ما قلنا بتضم قسم منها بضم تاريخ جدودنا تراثنا اللبناني العادات والتقاليد يلي كانت موجودة والقسم الثاني بضم متحف من أضخم المتاحف خلينا نقول بالشرق الأوسط متحف سلاح متحف الأسلحة هلأ يلي رح نمرق ونشوفه كمان وهيدي كمان يعني ليش عمل متحف سلاح بالأحداث اللي مرت على علينا يعني كل السلاح هيدا كان اجت فترة بلش بده يعني يظهر منه لبرا وظهر اسم كبير لبرا هو لا هو كان يجيبه ليحافظ عليه وليحافظ على الثروة ويخليها موجودة هون عنا بلبنان فعمل المتحف السلاح يلي بضم ألاف وألاف وألاف من القطع بيعود تاريخها من العصر الحجري لغاية النصف الأول من القرن العشرين يعني الحرب العالمية الثانية لنهاية الحرب العالمية الثانية فهذا المتحف فريد من نوعه وكل شيء يعني كل الثروة اللي كانت المدخول اللي كان يفوت على القلعة كان يروح على متحف على المتاحف على السلاح على الشغل على شريط الأراضي داير من دار القلعة ليعمل كمان محمية للقلعة فهذا كان تفكيره هذا كان راسه وكان عطوه يعني حتى بآخر الله يرحمه يعني بآخر حياته كان يضل يعني يشتغل كان يضل عنده أفكار كان يضل ويقلنا تعوا إذا هو مش قادر يعملوها يعملوا لي هيك لا مش هيك عملوا هيك زبطوا هيدي عملوا هيك ونحن الحمد لله يعني نحن مكفيين ونحن بنعتبر يعني هو عطول إيده بإيدنا عطول منحسه أنه موجود معنا عطول روح ومرافقتنا ما بننسى كمان الوالدة هي البركة هي كمان بتضل تحفزنا بتضل واقفة حدنا بتضل يعني تعطينا هي بتعطينا القوة هلا هي بتعطينا الدفع هي بتضل جامعتنا بتضل مقويتنا لنقدر كمان نضل مكفين والحمد لله يعني بعدنا مكفين في اشياء جديدة عم نعملها مش بس عم نصون هالقلعة لا نحن عم نزيد عم نعمل عم نطور هلأ الظروف أكيد يعني صعبة المرئين فيها بس عنا إيمان أنه لا لبنان رح يرجع يعني
بننزل لتحت بنشوف الادوات، حتى يعني الادوات اللي استعملها ببناء القلعه هيدي وبحياته، الادوات البسيطه احتفظ فيها محتفظ فيها، وكمان بنشوفها على اول ما ننزل. والشغل اللي هي اللي اكيد كانت الحافز القوي والدافع القوي له بالانطلاق وكانت ساعة السفر له هي صف المدرسه. وقتها قال لي من استاذه وقال له الاستاذ شو عم ترسم قصر بيك؟ وقتها كان رسم القلعه اللي حلم فيها من ورا هيدي البنت اللي كانت تقول له انت ما تحكي معي انا بي عنده قصر. فكمان منشوف هاللوحه هيدي يلي بتفرجينا الاستاذ عم يضربه، والرسم اللي خزق له اياه الاستاذ موجوده على طاوله الاستاذ. عم نحكي عن الرسم اللي الاصليه، يعني الرسم اللي خزق له قطع له اياه بال 1945. ومنشوف كمان كذا شغله، المجلخ عم بيجلخ سكاكين، عم بيسن سكاكين. منشوف المصور يلي كان بهالكاميرا الحلوه القديمه الخشب يلي كانوا يصوروا فيها، يعني رقصة الدبكة كمان عملها موجودة كتير حلوة، وكذا شغلة كذا شغلة، كلها من أعماله كلها من شغله، كلها أكيد يعني بمشاركة كمان الوالدة أكيد اللي كانت مشاركته بكل هالأعمال هيدي. ونحن وقت كبرنا شوي وصار عودنا شوي قوي كمان كان هو حريص انه يحطنا بجنبه حتى نضل مستمرين ونقدر نضل مكفين، والحمد لله لك هالشي هلا نحن مكفين ونحن مستمرين. على المدخل الرئيسي للقلعة منشوف مكتوب قلعة موسى، فوق قلعة موسى منشوف صورة موسى القلعة يلي رح تضل بصمته موجودة للتاريخ. موسى المعماري، قديش نحن اليوم بلبنان بحاجة لأمثالك معلم موسى. أنت اللي بنيت لبنان جديد، لبنان صلب مثل قلعتك، قلعتك اللي ما بتشبه حدا إلا أنت. شوف ولبنان كلن خسروا بغيابك المعماري القامة الإبداعية الخلاقة من خلال اللي تركته من تراث شوفي ووطني وروحي، رح يبقى راسخ لأجيال وأجيال من خلال هالإبداع اللي بيتمثل بقصرك، قصر موسى المعماري هالمعلم الهندسي والتراثي والإبداعي والسياحي. معلم موسى يلي جذب السياح من كل العالم، يلي قضى عمره يتحدى الصعاب والمشاكل اللي واجهته وأبى أنه يستسلم لليأس، هو اللي بقي مثابر حتى آخر رمق من عمره لحتى يتمكن من تحقيق هالحلم. موسى معماري، أنت مثال لكل إنسان حتى يقدر يخلق من الضعف قوة. رحلت ولكن تركت إرث ثقافي عظيم ومعلم لبناني من لبنان للعالم ليدخل التاريخ من بابه
ومن بابه العريض. مشاهدي الفضائية السوريانية سوريو تي في، بدي أتشكركم على متابعة هالحلقة، على أمل نلتقى الأسبوع المقبل بمعلم تاريخي أو تراثي جديد. إلى اللقاء. يلا وصبوا هالقهوة زيدوها هيل واسقوها للنشمة.